وبعد ما شفنا أهم الأخبار اللي حصلت امبارح، تعالوا مع بعض نتابع تقرير عن أهم الأخبار اللي هتحصل النهاردة، واللي من بينها تنظيم ملتقى لتوظيف شباب الخريجين في أسوان، وتنظيم ندوة توعوية للمقبلين على الزواج بمكتبة الإسكندرية. بالنسبة للأخبار اللي هتحصل النهاردة، مكتبة الإسكندرية هتعمل ندوة مفتوحة تحت عنوان مودة لتأهيل الشباب المقبل على الزواج، وده هيكون في بيت السناري الأثري بالسيدة زينب الساعة 5 بالليل. النهاردة الدكتور نظير عياد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف هيشارك في فعاليات الجلسة الافتتاحية لملتقى العمل الخير الإسلامي وأثره، شراكات مستدامة وحلول عملية. الملتقى بتعقده المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بالتعاون مع مجمع الفقه الإسلامي الدولي التابع لمنظمة التعاون الإسلامي، وده في مدينة جدة بالسعودية. النهاردة كمان المية هتقطع عن مدينة مطاي والقرى التابعة لها في المنيا، وهتستمر لمدة 12 ساعة، وده بسبب القيام بأعمال تطهير كامل بخزان المياه الاستراتيجي بمحطة علي باشا. القطع هيكون من الساعة 6 الصبح لحد الساعة 6 بالليل. النهاردة كمان المركز الجامعي للتطوير المهني في جامعة أسوان هينظم ملتقى للتوظيف في مقر الجامعة بمدينة أسوان الجديدة، وده بهدف توفير فرص عمل للخريجين وتقديم دورات تدريبية للطلاب وفقاً لمستجدات سوق العمل.